وما سمعنا عن جنازة أخفوا أمرها إلا جنازة امرأة واحدة. حضرت الناس تريد تجهيزها وإذا طالعين لهم أخر تشييع فاطمة إلى هذه العشية. ولا طلع بعد مو من البيت، أهل البيت مشغولين، طلع أبو ذار واقف على الباب قال انصرفوا يرحمكم الله، يقول لكم أمير المؤمنين قد أخر تشييع فاطمة إلى سواد هذه الليلة. قالوا لي يا أبا ذر وانت اش دخلك في الموضوع، انت مو من أهلهم، خل علي بن أبي طالب يطلع. قال وين علي بن أبي طالب؟ من الصبح قاعد في المغتسل ما طلع. زين ليش أخر التشييع؟ ليش أخر التشييع؟ قد يكون من الأسباب لظلامة الزهرة، حتى يصير واحد من الظلامات أنها ما حصلت تشييعا يليق بشأنها. شايف الآن هذه السيدة العلوية يوم توفت على حساب أمها الزهرة حضرت الناس لتشييعها، وأمها ما حصلت إلها إلا أربعة شالوا جنازتها بس، كنها غريبة ما عندها والي، كنا مو أبوها رسول الله ولا زوجها علي بن أبي طالب. فواحد من الأسباب لنشر الظلام حتى تبقى فاطمة شاكية إلى ربها، يا رب ما حصلت شيء. وأكو سبب ثاني، أكو سبب ثاني، وهذا ما يتعرضون إلى الخطباء. شنو السبب؟ السبب أن أمير المؤمنين تقصد أن يؤخر تشييع فاطمة، يمكن أولادها يتعبون وينامون، لأن الطفل الصغير ما يقدر يشوف جنازة أمه مطلعينها من البيت. والسبب الثالث، السبب الثالث هي وصية الزهرة. الزهراء عليها السلام كان من ضمن وصاياها قالت يا ابن العم واعلم بأن الرجال لا بد لهم من النساء، فتزوج بعد موتي بابنة أختي أمامة فإنها تكون لأولادي مثلي. يا علي اجعل لها يوما وليلة ولأولادي يوما. زين شوف هالكلمة اللي انت حافظنها لكن تفسيرها يمكن غايب عنك. تالي شو تقول للزهرة؟ يا علي ولا تصح في وجهيهما فإنهما يصبحان يتيمين غريبين، بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما. زين شنو معنى لا تصح في وجهيهما؟ يعني يا علي لا ترفع صوتك عليهم؟ أسائلك هو أمير المؤمنين اليتيم الغريب يصيح بوجهه حتى يصيح بوجه أولاده؟ لا مو هذا المقصود. المقصود شنو؟ المقصود بأن الزهرة تقول له يا علي لا تبكي قدام أولادي، إذا شافوك أنت الطود منهار أولادي شي يصير بحالهم. زين هذا اللي بيشيل جنازة بنية عمرها 18 سنة وين يقدر يلزم نفسه؟ فتعمد أمير المؤمنين أن يجعل تغسيل جنازة فاطمة منتصف الليل. عمي أهل المرخ قاعدين وأهل ديرتنا جاي ومن الكورة ومن الدراس، أنا بسألكم سمعتون عن تغسيل جنازة نص الليل؟ سمعتون بطلوا مغتسل الساعة واحدة الليل يغسلون جنازة؟ وين صارت؟ ردوا علي. ما صارت إلا لم كسرت الأضلاع. ولا هي الزهرة مو رخيصة عد علي، لكن من خوف على أولاده قال هم اليوم من الصبح ما ناموا ولا هدأوا ودمعتهم ما جفت
من الصبح من ودعتهم أمهم وهي الدمعة على خدودهم، يمكن من التعب بنامون الليلة لين ناموا أولادي. ذيك الساعة غسل فاطمة، وإذا أريد أبكي أبكي بالليل ما حد يسمعني، لكن عمي ونت علي خلت أولاده يقعدون من النوم. هو نص الليل صحيح، لكن علي صار في حالة نص الليل قعدت زينب من نومها على ونت علي. وإجت أسماء إلى أمير المؤمنين قالت أبو حسين اسكت عاد، بموتون أولادك بموتون، شلعت قلوبنا عاد يا علي دسكيت. قال أسماء لا تلوميني، أمرتني فاطمة أن أغسلها من وراء الثوب. فلما مرت يدي على خاصرتها أحسست بحركة في جنبها، ولما قربت الضياء منها رأيت ضلعين. كم ضلع عمي كم ضلع؟ رواية تقول ضلع واحد، رواية الثانية تقول لا ضلعين. زين أكثر بعد ما عدنا، ما حد قال ثلاثة أضلع ولا حد قال أربعة أضلع، لكن اسمع هذا شي يقول، يقول ضلع واحد يا علي وهد حيلك، شا ضلوع حسين شو تسوي؟ هالضلع هذا ترى ما سمع صوت كسرة علي بن أبي طالب ولا شاف طالع من اللحم. يعني هي يمكن أول مرة تسمع هالكلمة وصعبة عليك، بس اسمعش أقول لك، اسمعش أقول لك، شوية تجلد حتى تقدر تسمعها. يوم غسلها أمير المؤمنين، هل سمعت من خطيب أو قرأت رواية بأن الضلع خرج من خاصرة فاطمة؟ الضلع مكسور داخل البطن، يعني ما شاف علي لاشق في خاصرة فاطمة ولا دم. زين العابدين يقول أنا في الخيمة وأسمع أضلاع والدي تتكسر كما تتكسر القوارير. هذه الكلمة حافظنها أنت، تتكسر كما تتكسر القوارير. خلي بس شوية أعطيك عشر ثواني بس تصورها. القوارير شنو يعني؟ احنا نسميها الأغراش. شفت هذا القلاص لو الغرشة إذا طاح وانكسر شنو صوته؟ كل ضلع اللي ينكسر يسمع صوته زين العابد، كل ضلع اللي ينكسر زين العابدين يسمع صوت الضلع ينكسر. زين وعلى الفراش هو ما يقدر يقوم، صار إمامنا يزحف على يديه ورجليه وطالع من الخيمة. وين رايح؟ إلى المعركة. سكينة بنت الحسين في المخيم ما شافت، وإذا أخوها يزحف طلعت ما تدري إيش صاير. صحت أبو محمد إيش صاير؟ قال لها أخي تسمعين الأصوات؟ قالت كأنما أصوات قوارير. قال لا يا أخي هذه أضلاع أبو. وإذا الحوراء زينب دخلت الخيمة وهي تنادي وحسينا يا ابن الشمس غابت هذا الكون مرجوج، البر يرجف والسماء يا سور نتموت، حسين عهد بشوفته ملاح بالغار والكون متغير وظل الفلك ماذا. وين أصواتكم؟ تحسر وقالها بهالبجالة هيجيني
قاعد ولعت صدرك براضة سلد كشف الستر يا مخذرة من قبال تثلت كلامه والقلب مشغول بأفكار ولاه ولاه دنق عاين للفضا وبطل ونينا صفرت الوانا واصفق شمال بيمين قالت اش صاير قال يا عم ولينا هذا العزيز حسين يتعفر بلوعة طايح ابويا حسين والعالم غصب معاه وغابة انواره ولا بقى في العالم اسرى وان صدق ظلي والدي محزوس قوم اجمعيهم لا تفر وحدة بالاخمار ما طلعت ولا الخيل تصعد وتنزل على صدر اخوها توجهت الى جهة النجف يا مغسل الهادي النبي خير البرية من ارض النجف عجل تعال الغار غسل اجساد رضضتها الاعوجية حسين يا ابويا صدر مكسرين بالرخصة من السادة يا مغسل الزهر البتول بظلمة الليل حين رأيت ضلوعها ظل دمع كيسي غسل ضلوع رضضوها بحافر بدوس الحوافر صدر أخويا مكسري هذا البيت مو أنا اللي أقرأه أريدك أنت اللي تقرأه الميت إذا مات الخلق تحضر جهاز تتساعد العالم على سرعة جهاز ويصيح صايح في البلد عندكم يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر فيه وابن البتول ما حصل واحد ينادي عن حرة الرمض ارفعوا مهجة لها حصل منادى دركبوا خيول العوادي خلوا خيول الأعوجية تصعد عليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وترحم على موتانا وعلى روح من اجتمعنا بسببها اللهم صل وحدتها وآنس وحشتها وسكن روعتها خفف اللهم عنها ثقل الثرى واغفر لنا ولها يوم يقوم الحساب ولروحها وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.